يمكن يعني حضورنا النهارده افتتاح مركز تدريب الاقليمي لشركه مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظه الدقهليه، اللي ده تاكيد على ان تنميه وتطوير الموارد البشريه في كافه القطاعات الاداريه هدفها في المقام الاول تحسين مستوى الخدمات المقدمه للمواطنين في كافه المجالات، كما يضمن تطوير وتنميه الموارد البشريه انضباط اداء العمل داخل الاجهزه الاداريه، ويؤسس لقواعد واضحه للمتابعه والتقييم وقياس مستوى الاداء. ان انشاء المركز الاقليمي لشركه المياه في اطار الدور الهام والفعال الذي تقوم به الشركه في مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظه الدقهليه، اتقدم بهم بخالص التهنئه على هذا الانجاز الكبير الذي يمثل نقله حضاريه في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي للمحافظه.